رؤيتك لمرحلة حسم الدوري يا كابتن في خلال 3 أسابيع، هل الأمور صعبة؟ هل فيها ضغوط على النادي الأهلي؟ هل فيها ضغوط على الفرقتين؟ طبعا هي الضغوط على الفرقتين، لأن تقريبا يعني الأهلي هيلعب مباراة واحدة زيادة بتاعت النهاردة، بقية المباريات هيتلعبوا تقريبا في 21-22 يوم، كل 3 أيام ماتش لينا وللمنافس نادي الزمالك. فالضغوط على الفرقتين هي كل المشكلة، انك انت هتحتاج كل لاعب يبقى جاهز ومركز 100%، ما يعني ما فيهاش هزار، يعني اكنك في معسكر بطولة مش معسكر عادي. يعني انت في ايام بتلعب بتقعد معسكرات يومين ثلاثة وتلعب ماتش وخلاص، انت اكنك رايح بطولة مثلا افريقيا او رايح بطولة في مكان محدد. يعني دورة دورة، لانك انت بتلعب كل 3 ايام. يعني يا دوب مستر موسيماني والجهاز المعاون حاجات فيها استشفاء ممكن جدا، بس الراجل اللي ما بيلعبش مثلا النهاردة هو اللي بيتزاد عليه التمرين شوية في حاجات بسيطة، لكن هيبقى تركيز ذهني، تركيز على الفيديوهات ودراسة المنافسين، الحاجات الشغل هيبقى مش كبير قوي، مش هيبقى كبير قوي، لكن هو عايز تركيز قوي من اللعيبة طبعا، من كل الناس، راجل مخطط الأحمال، مستر موسيماني نفسه، بقية الجهاز المعاون، لكن اللعيبة هيبقى دور كبير جدا. مش عايزه بقى سهر كتير، مش عايزه يعني عدم مسؤوليه في الضغوط يا كابتن كمان. هل حاله الروتيشن هيلجا ليها مستر موسيماني؟ ده اكيد، ده اكيد بمزاجه او غصب عنه. فاحيانا هتبقى بمزاجه. يعني في ناس لعبت عدد ماتشات كبير هو بيريحها، وفي ناس غصب عنه هتيجي بقى نتيجه انذارات، نتيجه طرد، لا قدر الله اصابات، ففي حاجات تبقى هو مضطر فيها. يعني هو النهارده مريح كل مجموعه المنتخب الاولمبي باستثناء صلاح محسن، وممكن ما يبتديش بيه كمان، يستخدمه كبديل. فاذا هو معاهم بدر كمان، وبدر كمان وايمن اشرف عنده 3 انذارات. انا بتكلم على، انا اقصد انه في لاعيبه رجعت من ضغط 3-4 ماتشات في مع المنتخب الاولمبي، هو فضل النهارده يريحهم، فده هيحصل، اللي هو الروتيشن ده هيحصل، سواء زي ما قلت لك بإرادته هو أو بسبب ظروف، انذارات، طرد، إيقافات، أي عامل يعني. فده مهم جدا، عشان كده أنا قلت لك في البداية لازم كل الناس تبقى على أهبة الاستعداد، وكل واحد يبقى مركز جدا إن هيلاقي نفسه في لحظة داخل الملعب. فدي أهم حاجة، وطبعا مطلوب زي ما علاء قال انه كل ماتش يتلعب لوحده، يعني انا افكر في ماتش واحد، مش افكر بقى ماتش اسوان دلوقتي اللي هو الاخر ماتش اللي ممكن يكون هو ماتش حاسم بالنسبه لنا او بالنسبه للزمالك في اخر ماتش يعني. فكل ماتش يتاخد بماتش واحد يعني كبطوله خاصه اكنه كاس، وربنا يوفق، لانه التوفيق برده مهم في كره القدم يعني باذن الله.